بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في استعراض المرحلة المعاصرة من تاريخ الأمة الإسلامية، تمهيدا لذكر المرحلة المعاصرة من تاريخ السلفية وكيف واجهت متطلبات هذه المرحلة المعاصرة من تاريخ الأمة الإسلامية، التي كان الحدث الأبرز فيها هو سقوط الخلافة العثمانية. وذكر المؤلف هنا رحمه الله تبارك تعالى، حفظ الله تبارك تعالى، ما يعني المؤامرات التي حيكت بالدولة العثمانية لإسقاطها، والتي حيكت بالعالم الإسلامي ككل. وتحدثنا في المرة السابقة عن دور يعني أتاتورك على وجه الخصوص كرجل يعني استغل طموحه وجنوحه في آن واحد. كان لديه طموح واسع، وكان لديه تفكك أو انحلال من ربقة الشريعة. ربما لو استصحبنا شيء من طفولته يبقى هنقول أنه كان لدي حنق طبيعي على المجتمع. وجد نفسه في الحياة العسكرية، يعني حقق فيها بعض طموحاته. الظاهر أن الإنجليز رصدوا هذا الأمر بصورة أو بأخرى، سواء بالتواصل المباشر أو على الأقل حتى دراسة الشخصية من بعيد، فتم أن العدو هو الذي صنع البطل الداخلي لدينا، لأنهم كانوا يعرفون أن هذا إذا تمكن فكيف سيكون أداؤه وكيف سيكون دوره. التجربة يعني هذا كفائدة جانبية قلنا أنها بتتكرر، وبنحتاج دايما نعي الدرس المتعلق بها. يقول ينتقل بعد ذلك إلى جزء يعني استكمال حكاية المأساة. يعني يقول: ولم تكتفي القوى المعادية بتفتيت الدولة العثمانية والقضاء على الخلافة الإسلامية، بل فرضت سيطرتها ونفوذها الاستعماري على معظم بلاد العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيا عن طريق الاحتلال العسكري والسياسي. فقد احتلت بريطانيا ماليزيا وشبه جزيرة الهند وسواحل الخليج العربي والعراق وشرقي الأردن وفلسطين ومصر والسودان وأوغندا وجزء من الصومال وأريتريا وتنزانيا ونيجيريا وغاني. طبعا يعني بعض الحركات الاحتلال دي كانت قبل سقوط الخلافة، يعني احتلال مصر كان 1882، احتلال الهند أسبق من هذا. فالمسألة يعني الأمور كانت متداخلة ومتزامنة. فهو كان كما ذكرنا كان في نقطة محورية، وهي تحقيق الغرب لتفوق عسكري على الدولة العثمانية عن طريق بداية اختراع الأسلحة النارية والحديثة، سواء ما يتعلق منها بالأسلحة الشخصية من البنادق ونحوها أو المدفعية الثقيلة في معايير ذلك الوقت. يعني أيضا كانت أشياء الدولة العثمانية لا تملكها، وبداية من هنا بدأ أن هو يبتدي بالأطراف بالهند ونحو ذلك، ثم كانت مصر نتيجة موقعها الحي والاستراتيجي وهكذا. وفي ذات الوقت إشغال الدولة العثمانية في قلب مركزها الجغرافي في الأناضول بحروب مع روسيا ومع اليونان والتحالف ضدها إلى غير هذا. وبالتالي هو أنا متكلم على الاحتلال، يعني إسقاط الخلافة والاحتلال ما كانتش خطوات متتالية، كانت متداخلة. يعني الاحتلال كان بيحتل اللي يقدر يحتله، وقلنا ان هم يعني نتيجة وضع مصر وعدد سكانها وقدرتها على المقاومة وجود جيش مصري كبير غير خاضع للقيادة العثمانية. يعني الاحتلال الانجليزي في مصر عمد حاجة عجيبة كانت في مصر، ان هو
عمد إلى أن يجعل مصر تستقل عنه وعن الدولة العثمانية. بس طبعا كان الاستقلال عن الدولة العثمانية استقلال حقيقي، والاستقلال عن الاحتلال الإنجليزي استقلال شكلي، وده اللي تم في 1922. يعني هو الاحتلال الإنجليزي جه 1882، الاحتلال الإنجليزي في مصر، وكانت مصر ولاية عثمانية، وبدأ هنا يبقى مصر. بس كان الوالي المصري من أول محمد علي كان الولاة المصريين لهم درجة كبيرة من الاستقلالية عن السلطان العثماني. فبمجيء الاحتلال الإنجليزي بقى في مصر في ثلاث سلطات: سلطة الخلافة الخليفة العثماني، وسلطة الوالي المصري، وسلطة الاحتلال الإنجليزي. الإنجليز يعني كان ما السياسة المكافلية بقى، وهذا الكلام انه صدر مسألة انهم بيساندوا استقلال مصر، لانه بيعلم الاستقلال واعلان مصر مملكة او سلطنة ثم مملكة مستقلة تماما عن الدولة العثمانية، مع بقاء هو داخل، هم موجودين بجيشهم، موجودين كأمر واقع، ومندوبهم يعني لهم ممثل سياسي. يعني الوجود ليس عسكريا فقط لحماية قناة السويس وكذا كما يدعوا، لكن لهم ممثل سياسي المندوب السامي البريطاني، كان بيتدخل في سياسة القصر، وكان بيتدخل في سياسة الحكومة إلى غير ذلك. ونتيجة مماطلات كثيرة جدا ألجأوا الحكومة المصرية وقتها إلى اتفاقية 36، يعني بعد يعني حوالي 14 سنة من الاستقلال عن الدولة العثمانية، وأن مصر بقت سلطنة ومملكة محتلة واقعيا من القوات الإنجليزية اللي كانت رافضة تخرج بدعوى حماية مصر من العدوان الفرنسي أو الألماني أو غير ذلك. فالأمر ألجأ الحكومة المصرية حينئذ إلى تقرير الأمر الواقع باتفاقية 1936، اللي بقت بيها انجلترا من الناحية القانونية كمان ما هيش قوة احتلال، باعتراف الحكومة المصرية انها قوة حماية. الاتفاقية 36 دي لغاها النحاس باشا من طرف واحد سنة 1950، ومن ثم بدأت الحكومة المصرية من ذلك التاريخ بتعامل الانجليز على انهم قوات احتلال. يمكن ده موضوع تاني. المهم هنا ان احنا عندنا الاحتلال العسكري واسقاط الخلافة كانوا ماشيين في خطين متوازيين. احتلت فرنسا سوريا، طبعا الحملة الفرنسية على مصر اسبق لكنها فشلت، يعني حملة استغرقت 3 سنوات وانسحبت، فما يعني وكانت تركت اثر عميق في الثقافة والموجود الى يومنا هذا، لكن هي كانت محاولة فشلت، لان كانت انجلترا وقتها يعني في طور الصعود والتفوق على فرنسا من الناحية العسكرية، ورفضت ان فرنسا يعني تاخد الكعكة الثمينة دي، يعني كعكة مصر. لكن يعني اتفاقية سايكس بيكو بعد كده بين انجلترا وفرنسا، ان انجلترا يعني ارضت فرنسا باجزاء اخرى لكن مصر لا، يعني وبالتالي وفق هذه الاتفاقية احتلت فرنسا سوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي وتشاد والنيجر والسنغال ومدغشقر وغينيا وجيبوتي. واحتلت ايطاليا ليبيا وجزءا من الصومال واريتريا، واحتلت روسيا سيبيريا وتركستان الغربية والاراضي الاسلامية في القوقاز، وامتد نفوذها الى شمالي ايران، واحتلت اسبانيا الريف المراكشي والصحراء المغربية واقليم مورو الاسلامي في الفلبين، واحتلت هولندا اندونيسيا، ثم قامت مؤخرا دولة لليهود في قلب العالم الاسلامي وفي بقعة من اقدس بقاعه، لتكون خنجرا مصوابا لكل يقظة إسلامية تعيد للإسلام مجد. ليه إسرائيل؟ احنا قلنا أن المشروع ده هو مشروع نابليون بونابرت في المقام الأول، لما كان نابليون يعني هو عنده حلم أن فرنسا تقود العالم، وكان بحق انتصارات عسكرية، يمكن حملته على مصر كانت
يعني من الحاجات اللي كسرته عموما، لكن هو اللي أوعز للصهيونية العالمية بموضوع أن يعملوا وطن قومي في فلسطين أو في سيناء. كانت اللي اقترح عليهم هذا أو ذاك، وكان شايف أنه كده يضرب عصفورين بحجر أو عصافير كتير، يعني أهم أنه يتخلص من اليهود في أوروبا، لأن اليهود وجودهم في أوروبا معناها استمرار المعارك إلى ما لا نهاية. هم كانوا هم يقلبون الشعوب بعضها على بعض. الأمر الثاني أن يضع هؤلاء في قلب الشعوب الإسلامية. طبعا يعني يمكن يتقال اقتراحات كتير للوطن القومي لليهود، يتقال الأرجنتين، وواضح أن الأرجنتين دي كانت فكرة مبدئية في الأول خالص كده، لم تكن اختمرت عند الساسة الأوروبيين. هي فكرة ناخد اليهود دول نشوف لهم حتة نحطهم فيها، وبعدين بعد كده قالك طب أنا أوديهم الأرجنتين ليه؟ أنا عندي حتة أفضل بكتير لوعة سياسيا أنه يحقق بيها تفتيت الأمة الإسلامية، وزائد أن لها جاذبية دينية عند اليهود، وبالتالي قال يا القدس يا سيناء. وبعدين استقر الأمر على القدس، وزي ما انتم شايفين أن موضوع سيناء لم يسقط نهائيا من اعتبارات اليهود، يعني سواء لهم أو لغيرهم يحلوا بأزمتهم، يعني أنه ممكن مشاريع كتير بنسمع عنها، لكن هو في الأول كان الكلام الأرجنتين، وواضح أن ده كده حل بالنسبة لهم، يدوبك يحقق إيه؟ يحقق التخلص من اليهود في أوروبا. لكن بسرعة الأمر تحول إلى الكلام على القدس أو على سيناء. المشروع ده مع أفول نجم فرنسا ورثاته بريطانيا، وهي اللي حققته تحقيق حقيقي وقدمت له الدعم الكبير جدا، وبعدين ورثته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. أمريكا هي اللي قادت العالم الغربي، وأمريكا فضلت مترددة فترة وجيزة جدا بعد الحرب العالمية الثانية في موضوع علاقتها بالعرب وإسرائيل. هل تكون محايدة؟ تبقى يعني هي أمريكا من الأول دخلت السياسة العالمية وهي بتمثل دور الأم الحنون. الأم الحنون اللي معاها قنابل نووية مش مشكلة، بس هي دخلت عشان تحل الصراع بين الأوروبيين بعضهم وبعض. هم كان هي قاعدة هناك يفصل بينها وبين أوروبا المحيط، وهي قارب أكملها وعندها مواردها الطبيعية وعندها تقدمها التقني وعندها كل حاجة، فهي كأنها كانت داخلة تغيث غيرها، فهي تشربت الدور ده ولسه عايشة. يعني لما زالت السياسة الأمريكية يعني إيه بتسعى لدور شرطي العالم أو الدولة الأم الكبرى في العالم كله اللي تملك أن تحنوا على البعض و يعني تبطش بالآخر حسب اللي بيسمع كلامه اللي ما بيسمعش أو كده. وفضلت فترة كانت لسه انجلترا ما سلمتش تسليم كامل لها بالقيادة، كانت بتلعب دور يعني كده يوحي بأنها يعني على الحياد أو قريب من الحياد. طبعا القيادة المعسكر الغربي، أمريكا بعد كده لقت ان الغرب بيرحب بوجودها، ان نمو القوى العسكرية الروسية خلى اوروبا عندها هاجس حرب عالمية ثالثة، ولقوا ان محدش عنده قدرة توازن استراتيجي بمعنى الكلمة ضد القوى الروسية الا القوى الامريكية، فلا الغرب بيسلم لها تعالي استلم القيادة. استلمت الموضوع بكامل ملفاته، بسايكس بيكو، بفلسطين، بإسرائيل، بكل الكلام ده، وهي الآن في المرحلة الأخيرة عايزة يعني استلمت خلاص. عارف لما واحد يعرف مثلا عن أبيه مجموعة شركات وكلام من ده ويقعد فترة من حياته بيفهم الدنيا ماشية ازاي وبيدورها بنفس سياسة أبيه، وبعدين بعد كده بقى عايز يبتدي يطور هو. يعني هي أمريكا دلوقتي داخلة في طور، هي استلمت من انجلترا وفرنسا سايكس بيكو ومشت بيها فترة، عايزة دلوقتي تعمل تقسيم يبقى ينسب لأمريكا اللي هو تقسيم المقسم او مشروع الشرق الاوسط الكبير، اللي هو في النهاية معناه ايه عندهم
هو إغراء للدول الصغيرة دي إنها تفكك نفسها بنفسها. هي أصلا صغيرة ومجزأة من دولة أم كبيرة. لا ده هو عايز يقول له فكك نفسك بنفسك لكانتونات صغيرة كده. كل كانتون كل حتة صغيرة يكون فيها ناس من نفس الجنس ونفس الدين ونفس المذهب. يقول له يا سلام تبقى ده يعني اليمن دي شوف اليمن قد ايه. بيقول له قسمها ستة حتة للحوثيين مش عارف حتة لمين وحتة لمين وحتة. يقول له في الحالة دي هتلاقي كل حتة كأنها القبائل بتاعت زمان بقى عايشين في سلام وأمان. يقول له طب ايه انتوا عمالين تكبروا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وانت جاي هنا عمال تفتت وتجزأ. لا ما انت ممكن بعد كده لما تتجزأ الدنيا وكل حتة صغيرة تعيش في سلام وأمان على وفضل بقى يقولوا ايه ويعيشوا في ثبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ده هو فعلا كلام حواديت هو للتخدير ليس الا. لكن بعد ما يبقوا كده يبقوا يتحدوا تاني. ما في اتحاد فدرالي وفي اتحاد كونفدرالي وفي كذا وفي دول بلعت الطعم وفي دول شغاله على كده. هي مش بلعت الطعم ولا حاجه بس عارفه ان ده في مصلحتها زي ايران مثلا. يعني هو دلوقتي لما يجي يقطع لها حته من شرق العراق تبقى دوله شيعيه عربيه. طيب ما هي افضل ما تبقى العراق المركبه ديت تركيبتها السكانيه الكتيره. فايران تبقى مستفيده لو بقت جارتها دوله شيعيه عربيه وهي هتلتهمها بعد كده وياخد له حته كمان من شرق السعوديه والكويت وتبقى دي جزء من الدوله الشيعيه العربيه وحته في اليمن للحوثيين دي يجي لها من ناحيه الخليج وهكذا. ويعني هو من رحمة ربنا بمصر ان فيش حاجة ماشية في مصر. يعني هو في مصر التركيبة الدينية لا تسمح اطلاقا بالتقسيم 95% مسلمين 5% نصارى. وبالتالي 5% نصارى لو استبعدت كم واحد كده عايشين في امريكا ومش ما يهمهمش البلد تولع لا هم شايفين انه يعيش في سلام مع المسلمين افضل. وان اي استجابة لمشروعات تقسيم او كده ده انتحار ده. فهم وبالتالي معظمهم عاقل ويعني مقدر لأن المسلمين استوعبوا غيرهم عبر العصور الكبيرة جدا. بيجي يدور على اعراق في مصر يلاقي مصر امتزجت اعراقها بشكل كبير جدا. يعني تلاقيش حد ايه يعرف جنسه خالصا انه عربي خالص او انه هو مثلا من جذور حتى القبطية واليونانية والفارسية كل اللي جه في مصر. يمكن اللي لقوه عرق خالص النوبة دي منطقة جغرافية صغيرة جدا وما عندهاش مشكلة. هو صحيح لقوا مشكلة عند النوبة وبيحاولوا يستثمروها لكنها لا ترقى انها تعمل ازمة ولكن لازم الجميع ياخد باله منها. وهي ان المنطقة ديت ظلمت فبيحاولوا لك النوبيين ظلموا وان في اضطهاد للنوبيين مع ان هو ده دي طريقة اداء الحكومة المصرية عموما. يعني بيجي مشروع قومي يقول لك لا صوت يعلو على صوت المعركة كلنا فداء لمصر. هو الحتة دي طبيعتها الجغرافية ان كان فيها شلال ينفع يتعمل عنده حاجة زي سد كده فتعمل خزان اسوان غرق شوية قرى من اللي كانت على سفح الجبل وبعدين علوه بقى السد العالي فغرق شوية قرى تانية فكده كل قرى النوبة غرقت. رأى الحكومات المصرية المتعاقبة من العهد الملكية ثم عهد الناصرية كانوا بيقولوا لهم يروحوا يبنوا لهم في الصحراء هناك. طب هو كان عايش على ضفة النيل يعني ايه حيث النيل والخضرة يعرف يعمل بصيد الأسماك أو بري الأغنام أو يعني أعمال. فأنت رحت بنيت له مساكن في قلب الصحراء يعني ده مش امر عادل يعني. لكن هي دي طبيعه تعامل الحكومات المصريه مع المواطن المصري عموما. فهنا جاي بقى حد دلوقتي وبقى الموضوع ده ايضا من اهميه بمكان ان احنا نعرف ان بعض الناس بيحاول يعمل ازمه كبرى في النوبه ويحاول يستعيد تراث شركي يعني قديم لقرى النوبه كان موجود قبل ان يعني ينورها الله بالاسلام. كل دي دعاوى غربية خبيثة جدا بتحاول تعمل من النوبة أزمة
وده لازم يعني كل الناس بالذات الإخواننا اللي لهم جذور نوبية يكون مهتم جدا ان في محاولة يعني خلق أزمة نوبية بل واعطائها بعد عقدي. يقولوا انت كان لك في معارك تمت في الفتح الإسلامي بين العرب وبين النوبيين ولها بطولات سبحان الله. حد يقدر حد مسلم حاجة زي في إيران كده تلاقي حاجة عجيبة جدا اتغنى بأمجاد الفرس. الفرس دول كان بيحاربوا المسلمين فانت ولاءك لايه؟ لاسلامك ولا لفارسياتك؟ فدي في محاوله لنفس القوه. في محاوله شبهها في سيوه، كان موضوع سيوه اخف كتير من موضوع النوبه لعدم وجود مظلمه في اهمال لكن ما فيش مظلمه كبيره زي الموجوده في النوبه. المهم هنا هو بيكلمنا عن ان كان معانا مع اسقاط الخلافه احتلال عسكري، هو بادئ قبلها يعني كان الخطين متوازيين، وطبعا الاحتلال ده صلب عوده واشتد في البلاد التي هو فيها بعد سقوط الخلافة العثمانية. قلنا الاحتلال ده كان انجلترا واخدة النصيب الكبير قوي، يليها فرنسا، وبعدين بقى ايطاليا واسبانيا يعني اقل، ايطاليا واسبانيا وهولندا طبعا هي دي الدول اللي كان لها كشوف بحرية، اللي كان لها أساطيل بحرية، أسبانيا وغيرها، وكانوا يعني خدوا حتت كده فإنجلترا وفرنسا سابوها لهم يعني، لكن التقسيم الرئيسي كان بين إنجلترا وفرنسا. الحرب العالمية الثانية وصعود نجم روسيا خلى القيادة تقول لأمريكا على النحو الذي ذكرنا. أمريكا من ساعتها بتقود العالم، ورثت الملفات زي ما هي، من أهمها ملف التقسيم العالم الإسلامي. إن الاحتلال اللي فرض واقع تقسيم لما مشي فرض إن دي تبقى دول قومية بعد كده بترجعش تندمج في بعض، بل ترك ملفات حدودية يعني ساب كده حتة بين الجزائر والمغرب وحتة بين اليمن والسعودية وحلايب وشلاتين بين السودان ومصر. يعني تجد إن هو كان مسايب حاجات لوقت عوزة يثير بيها نزاعات حدودية بين الدول الإسلامية ذاتها. ده بالنسبة للاحتلال. طبعا الكلام يعني على الاحتلال كلام طويل جدا، لكن هو هنا يعني مش يعني الكتاب مش معني عناية بتفصيل هذه القضايا بقدر ما المقصود انه بيعطي القارئ والدارس يعني صورة جيدة عن وضع العالم الإسلامي في هذه الفترة. يقول وقد رافق هذا الاحتلال العسكري والسياسي غزو ثقافي فكري منظم لشعوب العالم الإسلامي، استهدف القضاء على الإسلام في نفوسهم وبث روح المقت لحاضر الإسلام واليأس من مستقبله وسوء الظن بماضيه والتشكيك في معتقداتي وتاريخي وحضارتي. طبعا ترى الكلام ده يعني ممكن بيقفز في ذهنك على طول بعض أفراخ المستشرقين اللي موجودين الآن في وسائل الإعلام اللي بيعملوا الكلام ده بالضبط كده، يعني مش ما فيش حاجة عجباه في أمة الإسلام، لم تسهم إسهام حضاري، وحتى الدين ذاته ثوابته بيشكك فيها، حتى العلوم التي أبدعتها الأمة ويعني تفوقت فيها أمة السند، يقوم بيقول لك لا ده كتب الحديث دي يعني ليس فيها من شيء يفخر به، بل ده كلها كذيب وهكذا. طبعا دي دايما المستشرقين بدأوا هذا الأمر، تعلم على أيديهم أقوام منهم من عاد من قريب تاب من قريب، ومن تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب. ويعني احنا بنقول ناس كتير منهم تابوا الى الله تبارك وتعالى ودونوا توبتهم من اللي بدأوا الامر ده في بداية القرن العشرين، وناس موجودين دلوقتي ما زالوا يعني يشغبون ويخوضون في تاريخ الامة، ويعني خوض في مجمله هتلاقيه في النهاية بيطعن في الدين كله لمن تأمل. واحنا بنقول الكلام ده تحذيرا له، نبهنا مرارا ان لازم القول ليس بلازم، واحنا لا ندخل في النوايا، بس انت
حاولوا يعني نتمنى انهم يحاولوا يتأملوا فيما يفعلون فيما يقولون ايه محصلته، يحط نفسه موطن المتلقي لو اللي قاعد يسمعه ده يطلع في الاخر بايه. زي ما طب ده لدرجة يعني اللي بيسمع سين او صاد من الناس اللي انتوا عارفين اساميهم دول ده يطلع يشك في صلاته ذاتها، ما هو بيصلي بالصلاة اللي وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإلا القرآن أمر بالصلاة، أما كيفيتها فوردت في كتب السنة، فيعني هيبقى ابن الدين ويعني. فالمهم إن هذا حصل بلا شك، قام المستشرقون بهذا وما زال من يستكمل مسيرتهم للأسف. قال كما استهدف التغريب الأمة الإسلامية ومسك شخصيتها المتميزة وتمزيق وحدها. بص هنا القاعدة المهمة جدا، أن العلوم التقنية خذها عن أي أحد، الطب الهندسة العلوم الإنسانية بتفصلها مش الدين بس، العلوم الإنسانية كلها محتاجة ترشيح عالي جدا، الاجتماع السياسة الأدب علم النفس فضلا عن الدين والأخلاق والمعاملات، دي أبواب دينية صرف. فهي دي المشكلة، وبالتالي بتاع التغريب لما بنقول التغريب بيركز على تغريب الأداب والعلوم والثقافة والفنون والأخلاق إلى غير هذا. فكانت حملة موجهة لهذا. وبعدين أنت دلوقتي أمة متخلفة تقنيا، يجي يقول لك هنعمل جامعة، أول جامعة في مصر وأول كلية فيها كلية الأداب. طب يعني فأنت ليه عملت لي أول كلية كلية الأداب؟ احنا كنا يعني وقتها كانت الحاجة أشد إلى الكليات التقنية. لا، يبقى إذن إيه كان؟ لأنه يجي فيها ناس درسوا على المستشرقين. ما أنت لو جبت واحد بيدرس طب درسوا في الخارج، الطب هو الطب، انت تطلبه والهندسه صحيح. حتى العلوم دي ما يعني صعب تفصلها، اللغه البسيطه جدا اللي بيقولها، وده قلناه في درس دلاله التوحيد وفي الكلام على الالحاد. الطبيب المؤمن الدكتور اللي هيعلم الناس هو عمال يشرح لهم تشريح في جسم الانسان، الايمان اللي في قلبه بيظهر على عباراته، سبحان الله، خلق الله كذا، جعل الله كذا ملائما لكذا، وبين الملحد وبين وهكذا. لكن مش دي مش في صلب العلم يعني، لكن المشكلة الأخرى في العلوم الإنسانية اللي ممكن يبقى جوهرها إذا استفدت من الغرب بلا ترشيح، لأن ممكن هو في علم الاجتماع يوصل لحاجات جيدة أنت تستعملها، في وسائل التربية يوصل لحاجات جيدة، لكن لا، دي لازم الترشيح فيها يبقى عالي جدا. العلوم الإنسانية لازم. وهنا بشيء يذكر يعني من ضمن الاطروحات العجيبه، بيقولوا ليه معظم الاسلاميين خريجي كليات عمليه، كليات تقنيه طب وهندسه، ومعظم العلمانيين خريجي كليات نظريه. ف يعني في كلام جدل يسوفسطائي كتير قوي. فطبعا بعض العلماء يقول لك لا، اصلا ما الاسلاميين دول جامدين غير قادرين على التخيل وغير قادرين على الإبداع، فبيروحوا بقى الطب وهندسة والحاجات دي، بينما هم يعني عندهم الإبداع. طبعا الابتداء يعني الحمد يعني إيه الكلام أغلبي، بمعنى إن أكيد في إسلاميين كتير خريجي كليات نظرية، وفي برضو علمانيين كتير خريجي كليات عملية. سواء الفكرة ان الاسلاميين يعني لديه درجة تخوف مشروعة من العلوم الانسانية المستقاة من عند الغرب، لان العلوم الانسانية دي بنت ثقافتها وبنت حضارتها. ولكن هذا لا يلزم منه ان احنا نفضل طول عمرنا بنتفرج. يعني انت يعني الامر لو انت تريد أن تدعو إلى الله تستكمل مؤهلات الداعية من استكمالها للاطلاع على العلوم الإنسانية، بس ساعتها لازم تطلع عليها من خلال مرشح قوي.
يبقى من الأمور الذي يجب أن يستكملها الداعية بعد العلوم الأصلية الكتاب والسنة وعلوم الآلة المحتفة بها من الأصول والحديث واللغة، أنه يبقى عنده دراية بعلوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد وغيرها ولو بتعريفات مبدئية، ويبقى عارف يعني إيه اللي وصل للإنتاج البشري الإنساني بالذات في الحضارة الغربية اللي هي بتقود القاطرة الآن، وإيه يعني مدى موافقة هذا أو معارضته لما في الشريعة الإسلامية من ضوابط، لأن احنا اتفقنا إن احنا في إطار الحياة العامة عندنا ضوابط عامة وليست عندنا تشريعات تفصيلية. فالمهم هنا بيقول إن المستشرقين الغزو الفكري الذي قاده المستشرقون والآن بيقود أذنابهم كان من ضمن أهدافه تغريب الأمة الإسلامية ومسخ شخصيتها المتميزة وتمزيق وحدتها وتمجيد الحضارة الغربية وبث سمومها الفكرية ونظمها المادية وفلسفاتها الإلحادية، وسلك الاستعمار الغربي في سبيل تحقيق ذلك طرقا خبيثة وأساليبا ماكرة حيث دأب على تعميق الصلة مع الفرق المنشقة عن أهل السنة والجماعة وتشجيعها ومدها بالعون المادي وتمكين أتباعها من الوصول إلى مراكز التأثير وإذاعة آرائها والترويج لها باسم الإسلام. طبعا يبقى علاقة الاحتلال بالأقليات إنه يعرف إن والأقليات حقيقة واقعة، لو الدنيا ماشية طبيعي إن الأقلية في عيشة فيما يخصها واخدة حريتها، لكن لما يجي حاجة لازم يعلو فيها حاجة على حاجة تبقى الأغلبية. يعني تعال انت شوف حاجة بسيطة جدا ما فيهاش، يعني لو احنا مجموعة في رحلة 20 واحد مثلا في رحلة كلهم صايمين، 15 صايمين وخمسة مفطرين، يوم ايه يقول لك مثلا هنخلي الغداء على المغرب، موعد مين؟ موعد الصايمين. هيقول الأقلية ده انت بقى جعان كلك سندوتش كده او تصرف عشان ايه تتوافق مع رأي الأغلبية. طب العكس، لا ده 15 مفطرين، طبعا بنتكلم ده بيارد في ايام صيام نافلة او كده، قول احنا هنعمل الغداء في ميعاد الغداء ونحجز طعاما ليه للصائمين. ده حاجة اديك مثال طبيعي جدا هنا الدنيا تمشي. انما لو جيت انت مثلا المشرف على الرحلة كان من الخمسة سواء بقى ايه الخمسة الاقل وراح مخلي النظام العام للرحلة يتوافق مع الخمسة دول، تحصل اضطرابات والناس تشعر بضيق، يعني انت عشان انت مسؤول الرحلة فبداية اي تطلع للأقلية ان النظام العام يبقى اقرب لها ده يساوي صراع. فده اللي كان بيجيده الاحتلال، انه يحاول يخلي النظام العام ينحاز للأقلية. ده اللي بيعمله دلوقتي مع الشيعة ككل، ان ايران هي دولة اغلبتها شيعية بس هي وسط العالم الاسلامي الشيعة اقلية، ولك دي لما تبقى هي الدولة الاقوى اللي معاها تكنولوجيا اللي معاها اقتصاد قوي اللي معاها تبتدي تدور في مصر في مثلا 2000 شيعي ولا حاجة تبقى تبعت لهم فلوس، ويبقى كده انت بتعمل ايه اضطرابات. يجي يعمل تنظيم زي حزب الله في لبنان، يجي يدعم الحوثيين في اليمن. فدايما الاحتلال بيحاول يعمق اتصاله بالأقليات، أي أقلية كانت، أقلية دينية عرقية ثقافية، وحسب بقى الأقلية دي بتقبل ولا بتقبلش. وبالتالي هو كان مع الفرق دي بغض النظر إن هي منحرفة وإن انحرافها يضر الإسلام، حتى مجرد أنها أقلية ده بيخليه يشعر ان اعطائها اي درجة قوة ده يعكس المعادلة فيعمل ازمة
فيعمل أزمة، وده اللي هو بيسعى إليه في أماكن كثيرة. ويمكن يعني في 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 كلام بيتقال إنه بعض الأزمات السياسية المعاصرة من الغرب فجأة بيبدي درجة ميل لبعض الحركات الإسلامية، والحركات الإسلامية دي عندها درجة نقص في الوعي للأسف، أو اغترار بأنه هو اللي بيضحك دايما على التانيين. يعني هو مفروض لو وجد ميل غربي تجاهه، وهو طول عمرهم مصنفينه إرهابي ومصنفينه ومصنفينه، لازم يبتدي يقول ماذا وراء هذا. ربما يقول لك إسلامي إسلامي مش مشكلة، بس إيه أنت عددك أقل وحتعرف تعمل اضطراب للعدد الأكبر أو نحوه. معلم المهم هنا بيقول حيث دأب على تعميق الصلة مع الفرق المنشقة عن أهل السنة والجماعة وتشجيعها بالعون المادي وتمكين أتباعها من الوصول إلى مراكز التأثير وإذاعة آرائها الترويج لها باسم الإسلام، كما دأب على توسيع دائرة التصوف في البلاد الإسلامية المستعمرة، تشجيع الفرق الصوفية وتحبيب نشر البدع باسم الإسلام. طبعا الصوفية موقفهم من جهاد الكفار، ما انت عندك مثلا داعش والصوفية دول ايه طرفين نقيب. داعش عايز يقتل المسلمين تحت اسم الجهاد، والصوفية ما عندوش جهاد حتى مع الكفار حتى مع الانجليز. فطبعا ده كان جزء من جهة ان الصوفية بدعة، ومن جهة انهم اقلية، ومن جهة طبعا في حركات صوفية انتبهت لكده وبدأت تتبرأ من الأقوال اللي بترحب بوجود الإنجليز أو بتنهى عن قتالهم أو كده، ودول تقريبا معظمهم تحول إلى حركات سنية بصورة أو بأخرى، وبقي له من التصوف بعض الأمور في المجاهدة والسلوك ونحوها. يقول ونشر الصوفية وتحبيب نشر البدع باسم الإسلام وإخفاء منهج السلف في فهم الإسلام وتطبيقه. يقول وسيطر أي الاحتلال على المؤسسات التعليمية وتدخل في مناهجها الدراسية وفرض دراسة الفلسفات الغربية قديمها وحديثها وحارب اللغة العربية ودعا لاستخدام اللهجات العامية وجعلها لغة التأليف والكتاب. بدول المستشرقون، ويمكن الحاجات دي ما زال لهم أتباع ينشرونها إلى الآن، لكن بعضها خف شوية، يعني في مد وجزر في الموضوع ده كما ذكر. وعمد إحلال لغته ومحل اللغة العربية، كما عمل الاستعمار الغربي على الحط من قيمة الحضارة الإسلامية وإنكار أثرها القوي في الغرب في العصور السابقة، وقام في المقابل بإحياء حضارات ما قبل الإسلام وإثارة النعرات الطائفية والعصبيات القبلية بين الشعوب الإسلامية، كما قام بمحاربة الحركات الإصلاحية وعرقلة كل مشروع قد يؤدي إلى استغناء المسلمين عن الغرب المحتل. واستعان الاستعمار الغربي بالاستشراق الذي اتخذ طابع البحث العلمي، حيث عمد المستشرقون عن طريق الأبحاث والدراسات الكثيرة التي قاموا بها إلى التشكيك في مصدرية القرآن الكريم وصحة الأحاديث النبوية وأصالة الفقه الإسلامي وأثار الشبهات حول السيرة والرسالة النبوية وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وحول الكثير من القضايا الإسلامية في الاعتقاد والتشريع، وهاجموا اللغة العربية ودعوا إلى هجرها بحجة عدم مواكبتها لعلوم العصر ومخترعاته، وزيفوا التاريخ الإسلامي حيث حرفوا الحقائق التاريخية وأبرزوا المساوئ وطمسوا المحاسن، وسلطوا الأضواء على الحركات الهدامة والفرق الباطلة والأفكار والمذاهب المنحرفة، كما مجدوا دعاة الانحلال والمارقين من الإسلام وحطوا من قدر شيوخ السلف وعلمائهم
واصدروا بالقيم الإسلامية والأحكام التشريعية وعصموها بالجمود والبلى، ونشطوا في خدمة الاستعمار فأنشأوا الجمعيات الاستشراقية والمؤسسات التعليمية ومراكز البحوث العلمية في الجامعات سواء في الغرب أو في الشرق الإسلامي، وعقدوا المؤتمرات الدولية وأصدروا المجلات المتنوعة بمختلف اللغات وألفوا أعداد كبيرة من الكتب والموسوعات. كما استعان الاستعمار بالتنصير الذي سعى جاهدا إلى سلخ المسلمين عن دينهم وإدخالهم في النصرانية إن أمكن أو إبقائهم ملاحدة لا دين لهم كي يكونوا أطوع للدول النصرانية المستعمرة الطامعة بتوطيد أقدامها في بلاد المسلمين وأحكام السيطرة عليها ونهب خيراتها وإذلال شعوبها والتحكم في مسارها ومصيرها ومقدراتها. يبقى هنا التنصير وده حاجة خطيرة جدا، بيبقى له أحد هدفين. الهدف الأولاني تشكيك المسلم في دينه. طب ما يشك في دينه وبقاش نصراني، ممكن يلحد يقولوا ماله أفضل. ليه؟ لأن الإلحاد ثقافة غربية في الآخر، الإلحاد مستوعب في الغرب، خصم من رصيد الأمة الإسلامية. عارف شيء يذكر، يعني عندنا موسم انتخابات ساعات تلاقي في الانتخابات إيه حد شايف ناخب بيخاطب ناخب معين يقول له إيه رشح فلان، مش عاجبه والناخب ده قال له لا فلان ده مش هدي له صوتي، فبيعمل إيه؟ يقول ما تسيبوش، بيقول له يقول له طيب إن كان ولا بد فبلاش فلان، يختار المنافس الأشد بقى يحرمه من إيه؟ أو ما تروحش خالص أحسن بقى. أنت ما يعني بعض الإخوة حكولنا إن في بعض الحاجات يبقى في الناس اللي بتدفع فلوس يدفع مبلغ معين للي يروح يدلي بصوته للمرشح بتاعه، ومبلغ آخر للي يسلمه بطاقته يقول له هاتها بس معايا لغاية يوم الانتخاب ورجعها لك تاني لضمان إن هو إيه؟ ما يروحش يدي للمنافس. فهو التنظير ساعات يشتغل باللغة دي، أو هو ده انه يخصم فرض من الأمة، وفرض ده مبقاش فرض عادي. تقول يعني ايه واحد من مليار ونص؟ لا، ما هو ده اولا احنا ما عندناش يعني ايه واحد على فكرة، احنا عندنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فاللي بيتكلم بلغته يعني ايه واحد؟ دي لغة غير شرعية. الامر الثاني ده واحد عايش وسط الأمة، له أب وله أم وله أخوات، بيتألموا لألمه ويتشككوا ربما أحيانا بقى، يعني ممكن ده يكون الأخ الأكبر وسط أخواته، ألحد أخواته الصغيرين يشوفوا يلاقوا ده بعد ما كان بيصلي مثلا ما بيصليش، وبعد ما كان كل حاجة بيذكر الله بقى بيسألوه إيه اللي حصل، إنهم لا ما تكبروا يقوم واخدهم معاه في سكته. يبقى ده حاجة يعني لغم مزروع داخل الأمة الإسلامية. ولذلك هتجد حاجة عجيبة جدا، ادخل يعني لمن عنده الحصانة الكافية لو دخل على مواقع الملاحدة اللي موجودة على الإنترنت دلوقتي، المفروض الملاحدة دول بيكرهوا الأديان كلها، تدخل تلاقي الملاحدة دول ضد الإسلام، عمال يجيبوا شبهات في الإسلام، فيش حد يعني وبعضهم يعني، وتلاقي ساعات تعليقات ايه يا اخوانا الموقع ده، يعني احيانا اجد تعليقات من حد ملحد جوه موقع الحادي ذاته بيقول هو انتوا مش مفروض ملحدين يعني ضد الأديان كلها، ما تيجي نحارب كله، له صحيح بس المشكلة ان معظمنا كان اصلا مسلم ومش عارف الا الإسلام، فبيرد على اللي هو عارفه. فهي دي القضية، يعني المشكلة هنا ان فعلا قضية ان التنصير بيبقى احد اغراضه الحد. طب وبعد كده هو تشكك في الاسلام، لو عرف يدخله النصرانية ماشي، ما عرفش خلاص، لو عرف يدخله النصرانية حتى في تنصير جوه النصرانية ذاتها، ان دول معظمهم عايز ينقل الارثوذكس يخليهم بروتستانت،
يعني وده حاجات يعني بيتمسك نشاط تبشيري نصراني نصراني. ليه؟ لان اغلبيه النصارى في مصر ارثوذكس، اغلبيه النصارى في امريكا بروتستانت. فالامريكان جنون العظمه عندهم انه عايز الدنيا كلها صوره منه، فحتى عايز يقلب ارثوذكس في ايه؟ بروتستانت. طبعا هي دي مش قضيتنا، يعني احنا نريد، احنا ندعو الناس للدخول في دين الاسلام، ولكن المدلول السياسي لها، يعني المدلول السياسي لها يعني خطير ايضا. فبيقول هو بيخرج الناس من الاسلام، فان امكن ادخلهم في النصرانيه، وان ام والا بقوا ملحدين الذين لهم كي يكونوا اطوع للدول النصرانيه المستعمره الطامعه بتوطيد اقدامها في بلاد المسلمين احكام السيطره عليها ونهب خيراتها واذلال شعوبها التحكم في مصيرها ومقدراتها. يقول حيث دأب المنصرون عن طريق جمعياتهم وارسالياتهم التبشيريه في بلاد المسلمين على تنفير المسلمين من دينهم وجعلهم وحملهم على كراهيه وتشكيكهم بقيمه ما في ايديهم من تراث وما عندهم من عقيدة وشريعة وقيم، وتزيين ما في النصرانية المحرفة من تعاليم وأحكام، واستدراجهم إلى الأخذ بالحضارة الغربية المادية الحديثة وما فيها من مغريات للنفوس ومرضيات للأهواء والشهوات، واستخدام المنصرون في سبيل ذلك وسائل عديدة، منها العناية الكبيرة بالتعليم واستغلال وتوجيه بما يخدم أهدافهم التنصيرية، وذلك عن طريق إنشاء المدارس والكليات والجامعات والمعاهد العليا، أرسال الأساتذة الأجانب للتدريس في المدارس والجامعات في أوائل تأسيسها في البلاد الإسلامية، وتطبيق مناهج التعليم الغربية، وتقديم المنح الدراسية لأبناء المسلمين للدراسة في المؤسسات التعليمية الغربية ذات الطابع التنصيري، ومنها تقديم الخدمات الطبية المجانية لشعوب العالم الإسلامي ولا سيما الفقيرة منها، وذلك عن طريق إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية بهدف استغلال هذه المهنة الإنسانية لتنصير أبناء تلك الشعوب، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية، وذلك عن طريق إنشاء أندية وبيوت للطلبة والطالبات وإنشاء دور للأيتام وملاجئ للمسنين والعجزة، ومنها تجنيد وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات ومنشورات وإذاعات للعمل التنصيري بين أبناء المسلمين. يقول ونشط المنصرون في تحقيق أهدافهم، فأنشأوا المراكز التنصيرية في معظم البلاد الإسلامية، وألفوا المحاضرات العلمية، وعقدوا العديد من المؤتمرات التبشيرية لرسم ومراجعة سياسة التنصير في العالم الإسلامي. فهذا يعني الاستعراض ل يعني أجنحة المكر الثلاثة كما سماها بعض الباحثين، الاستعمار أو الاحتلال والاستشراق والتنصير، وكيف اجتمعوا على غزو العالم الإسلامي، هدم ثوابته، الطعن فيها، محاولة هذه الشخصية الإسلامية، محاولة الطعن في الحضارة الإسلامية. بلا شك أن هذا الجهد المذموم أتى آثارا لها رصيد على أرض الواقع نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.